يرتب موعدا وهميا مع امرأة متخيلة، يجب ألا تحس زوجته بالمقلب الذي شو في شبك؟ شو بدك؟ الموظفات عندي بالمكتب. شو بدهن؟ استاذ، مو انت قلت لي بلغهم امبارح مشان يجوا اليوم لعندها؟ ماشي، خليهم يرجعوا لمكاتبهم، قولي لهم الاجتماع التغى، بس ولا واحدة منهن بتتحرك من المديرية قبل ما تخلص شغله. حاضر استاذ. التغى الاجتماع، والاستاذ جميل يقول لكم لا تغادرنا مكاتبكن الا بعد انتهاء عملكن. اضو ايه، بدفع نص عمري بالنص على ما اعرف شو عم يقرا وشو عم يكتب. برجع بلاقيكي قلقاني. خير، مع مين عم تتصلي؟ عم بتصل بجوزي على الشغل وما عم لاقي. لك بيكون طلع برات دائرته. اكيد طلع يقابلها. يا نادية، كل ما رجال طلع برات دائرته بيكون راح يقابل وحده غير مرته. لا، بس انا جوزي وبعرفه مليح، له سوابق. عادي، اهدي هلا وخلص الشغل اللي بايدك. الاستاذ منبي علينا، ما بنروح اذا ما خلصنا. ما عم بقدر امسك القلم بايدي، اعصابي عم ترجف رجف. شوفي، ما عم ترجف، عم ترقص رقص يا قليلة العقل. طبعا انت شو هامك؟ اللي بياكل العصي مو مثل اللي بيعدها. طفلي، فكري على كيفك وهزي اعصابك على كيفك. وين وين راح يقابلها؟ وين فكري يا نادية؟ وين لقيتها؟ عرفت وين. يي، الله يثبت علينا العقل والدين يا رب. اولتها واخرتها مجنونة. يا وسيم يا ابن الرئيس. ادخل. يعطيك العافية استاذ. نعم، الله ينعم عليك. شوفي جوزي، جوزي يا استاذ. شو بو جوزي؟ بدي تسمح لي روح دور عليه. ليش ضايع؟ لا بس عم بتصل فيه على الشغل ما عم لاقي. اكيد اكيد راح يقابلها، انا متأكدة. روحي روحي دوري عليه. قوام. من شكري. شكرا. الله معك. قوام. ست نادية، لحظة إذا بتريدي. ماني فاضية، مستعجلة كتير. سؤال واحد بس. اسألي بس بسرعة. إيه الأستاذ جميل، إيه شو عم يعمل جوا؟ وشو عرفني أنا شو عم يعمل جوا؟ لكون أنا سكرتيرته مو حضرتك. أنا سكرتيرته. العين تطرقني من السكرتيرة. لازم أعرف شو عم يعمل. أهلين، بدي أسألك، المدير وقع لي قرار تكليفي بالعمل الإضافي كل يوم ساعتين؟ ما مر علي هيك قرار. معقول يكون نسيه؟ هو وعدك ينزل لك اسمك بجدول الإضافي؟ إيه وعدني. إيه معناتها بيكون نسي. إيه فوتي فوتي زكري. عنده حدا؟ لا ما عنده حدا. إيه شو بدي أقول لك؟ أنت فايتة لعنده زكري، يا ريت تشوفي لي إياه، شو عم يقرأ؟ شو عم يكتب؟ شو عم بيساوي؟ وما تفوتي أنت بنفسك بتعرفي؟ أنا صرت فايتة وطالعة لعنده كتير، فبخاف ينزعج مني. يا وزيم على الأفكار. يا ابن الرئيس على المخ. ما تدعم تتحمل. شو عم تعملي هون؟ دقيت الباب قلت لي تفضلي. تفضلت. شو بتريدي؟ جاي أذكرك بالقرار الإضافي تبعي يلي وعدتني فيه مبارح. ايه يلا بعدين بعدين. يعني اجي اليوم داوم بعد الظهر؟ مثل ما بدك. شلون مثل ما بدي استاذ؟ لازم يكون تكليف رسمي منا. ايه طيب خلص بعدين، هلا مالي فاضي. ارجع لعندك بعد ساعة. طيب مثل ما بدك بعدين، المهم يلا. نو. شو صار معي؟ عرفتي لي يا شو عم يساوي؟ شو عم يقرا؟ شو عم يكتب؟ بعدين بعدين. هو 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 هو. بعدين بعدين؟ شو القصة؟ لسا كل موظفة بتفوت لعنده شكل بتطلع شكل. نعم استاذ. من هلا لنهاية الدوام انا مالي هون. لكان وينك استاذ؟ قصدي اذا اجى حدا لعندي يقولي له مالي هون. حاضر استاذ. ايه
شو عم بيصير جوا؟ شو عم بيساوي؟ عيني تطقني من السكرتيرة. مرحبا ماما. أهلين ماما، ليش لهلا؟ ما صلاة أخرتني، مو قلت لك شيلي سيارة مامي؟ إن شاء الله مامي، إن شاء الله. كيفك سوسن؟ الحمد لله تمام. شو؟ شبه مدام سلوى؟ هلا اتركي مدام سلوى بهمها ومشي روح لعند المدير قبل ما يطلع، ادعوا لنا. ان شاء الله هيك يا رب. يا اختكم هلا من كل عقلة مفكره رح يوظف لبنتها سكرتيره. طيب وانت شو يلي زعجك الموضوع؟ انا؟ لا والله ليش حتى انزعج؟ بالعكس يا ريت يوظف لها اياها، بفرح لخطي، بركي هيك بتلاقي لها عريس بطريقه بيتجوزها. يا ترى ليش ما بده حدا يفوت لعنده؟ لكان اكيد الوراق اللي عم يقراهم مهمين كتير. رح اطق على ما اعرف شو مكتوب بهالوراق. مرحبا امال. نعم. ليشك عم تردي علي؟ عم قلك مرحبا. اهلين. شو بدي؟ المدير هون؟ ماله هون. بيطول ليرجع؟ ما بعرف، ما قال لي وين راح. بدي يرجع ننتظره لنرجع بكره. ما قال لي بيرجع ولا لا؟ لكن شو بتعرفي تقبريني؟ بس تعرفي تهزي وسطك على اليمين وعلى اليسار. هلا شو بدكم من المدير؟ عندي موعد معه. ومين القاسي؟ بنتي سوسن. السكرتيرة الجديدة. وقع المدير قرار تعيينها؟ لا لسه. ليش؟ ما قال لي ليش. انسي انا، خلي درويش يجيب لي فنجان قهوة. حاضر استاذ. بقى ما بعرف وين راح، ما بعرف امتى بيرجع، ما بعرف اذا بده يجي ولا لا. لك عيب عليك تعملي هيك حركات، عيب. فوتي ماما فوتي، هي الوحده غيرانه منك. غيرانه منك درويش. اموله ايه الاشباح، اموله ما تقولك امول. جيب له قهوه للاستاذ. رح جيب لك فنجانين. لمين الثاني؟ اليك مشان تروي، شايفك مشغوله. درويش عضوي كمان. سلامتك استاذ، جبت لك بنتي سوسن مشان تشوفها. مشان شو بدي اشوفها؟ مشان تعينها السكرتيرة. شوف استاذ، شوف اطلع فيها، سبحان الذي خلقها مثل عصفورة التين. اطلع فيها استاذ، مستحيل تلاقي احلى منها سكرتيرة. بكره بكره. كتر خيرك يا استاذ، خلينا اياك يا استاذ، الله يوفقك يا رب يا استاذ. يلا مامي يلا. لك شو قلت لها انا لحتى عم تدعي لي؟ ألف مبروك لك، تقبليني إن شاء الله، وهي بكره رح تستلمي الوظيفة. الله يبارك فيك يا رب. تبقي فوتي لعنده مشان يقول لك على اللي ما بتعرفي بخاطرك. رح تقبلني لأمه بنتي إن شاء الله. كرمني يا كرمني يا. تفضلي. ما بدي، خذ له الاثنين له. أمو لا إيه الأسباب، خير شو بكي معصبين؟ درويش قضوي قضوي. بدي عينة بدالي؟ شو اللي صار له؟ هديك المرة قال إنه ما بده غيري وما بده سكرتيرة جديدة. لكان أكيد لما شافها داب بجمالها. بسيطة، أنا بفرجيك يا أستاذ جميل. كأنك قاعد بقلبي يا درويش. قبل شوي بدي وصي الآنسة أمل تعملهم فنجانين. ليه تصحتين وهلا يا رب؟ على قلبك. لا يا ابن الرئيس لا يا. استاذ ما بتعرف انت قديش مروق وانت بتشوفك مبسوط. ادعي لي يا درويش، ادعي لي الله يحقق لي اللي ببالي ولك حلوان مرتب. وابي ابي مع الدخل مخاطر والمصطح على الاخر. اوب كلوني. لا لا ما بدي كلوني يلا. اما اما تا خير. وين الفنجان الثاني؟ اخذه المدير. اخذ الاثنين. مو تجيني فوت لي اياهو، حياتينا واحترنا معك. على كل الناس اللي علي، بسيطة، إذا رجعتي بكلامك دايما بكون فنجان عندك. وليش عم تردح لي؟ خلص ما بدي اشرب قهوة. أنسي أمان، أنتي شبكي ليش معصبة؟ ما دخلك، اضوي. إيه، ما دخلني ما دخلني، رح اضوي. ما في عندي غير هالحل. ألو مديرية السياحة، لو سمحت بدي مدام هناء. طلع جولة؟ طيب بتطول لترجع؟ ايوه يعني هلأ بتكون راحت على البيت. شكرا كتير، ما تواخذني على الإزعاج. شكرا. مالي غير روح لعند على البيت.
ادخل. نعم. شوفي. خير. احكي شوفي. الماما كثير كثير تعبانة يا استاذ، واتصلوا فيني تليفون وقالوا لي يا ملحقة يا ما ملحقة يا استاذ، وانت ما بيهون عليك ما لحق، مو هيك استاذ؟ طبعا ما بيهون علي، روحي لحقيها بسرعة قوام. شكرا كثير يا استاذ، شكرا كثير. هو استاذ. هوا يطيرك ويريحني من عقوبة شوفتي. آه يا ابن الريس. آه. لك هي هي طولان انت. حاجة تدقي على الجرس شيط وحرقتي لهم يا تايلة. شو مين بدي؟ بدي مدام هنا. شو بدك منا؟ بدي اياها بشغلة. شغلة شو؟ شغلة خاصة. خاصة بشو؟ خاصة فيي وفيها. يعني سر؟ هيك شي. مدام هنا أموها وأنا جارتها وحبيبتها ونحن التنتين من الروح للروح، هي لا بتخبي عني شي ولا أنا بخبي عنها شي، أنا وياها صنف الصيم سوا، ما منخبي أسرار عن بعضنا. شو السر اللي بدك تقلي لها يا أولي لشو؟ معليش طنط، ببقى بجي مرة تانية. باي باي. طنط بتطلعي قتيتي. سر؟ شو هالسر اللي بدها تقول لها يا ترى؟ الله عندك افكار مرتبه يا وسيم، انا كان لازم استشيره من زمان. لو مستشيره من زمان كانت مرتي لهلا دقت لي 700 تليفون لتطمن على اخباري. ايه بس ما صار شيء. خلاص رح ابدا بتطبيق الخطه من اليوم. ليش من اليوم؟ من هلا. بدي اكل. ما في تاكل ليجي ابو جوعان. عد للعشرة وتلاقي ابوك اللي اجا، هذا وقته. واحد اثنين اربعة سبعة عشرة، هاي عدت للعشرة. ما اجا ابي، بدي اكل. عد منيح. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هاي عدت منيح. ما اجا ابي، كمان بدي اكل. عد شوي شوي. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هاي عديت مخربط وبطيء وسريع وما اجى ابي، بدي اكل. ماما انا كمان جوعان. معلش ماما طولوا باكل خمس دقايق، هلا بيجي. بجوز مبنشر معه الدولاب على الطريق. اصلا انا كل خوفي يكون ابي مبنشر. صارت، بدي اكل. مثل ما بدكم. يلا ماما قوم قوم غسل ايديك. يلا انت بتاني. انا مغسل ايدي. ايه انت ما شفتها بالمدرسه. ايه روح غسل مره تانية. يلا روح. بدي افهم منين اخترعوا لنا هالصابون هاد. يا ترى شو اللي اخره؟ ماله بالعاده يتاخر دقيقه واحده بس ما يكون عامل له شي حادث بالسياره. تا خير شوفي. اوام لحقت تغسل ايدي؟ ايش هو حمام شمي. روح غسله مرة تانية. هلا تعدي تتحججي؟ ما رح يجي قبل لو غسلت ايدي عشر مرات. روحي شوفي مع مين عم يتغدى. ولا ماما انا جعت. فوت اتغدى مع اخوك. من هلا ها الفخذ للولد الكبير. باي الفخذ الثاني. هاد لبابا، ما هلا بتعرف العاده؟ اكله كله، لو بده يجي كان اجى من زمان. قال بيقولوا أكل المطاعم أطيب من أكل البيت. قال
كل لقمة من تحت ايدين هنا بتسوى كل الطاولة. تأكلي امي. قول انت باكل انا وابوي. اسمعي مني وتأكلي، البابا لو بده يجي كان اجى من زمان. قول انت وسكوت. دايما ماما صحتين وهنا، غسل ايديك مني. وانت امتى حتخلصني؟ لحتى اشبع، بس اشبع بقوم. اعجل لك. اكل له عجل، بالاكل عجل، باللبس عجل، اكل له عجل، وشو هاد؟ اهلا وسهلا، مورستك. جيب لي واحد قهوه وسط. يا عيني. يا ترى شو عم تعمل هنا هلا؟ تغديت ولا لسه؟ طب يا ترى بشو عم تفكر؟ ما سألت حالها ليش تأخرت؟ أكيد سألت حالها، معناتها بتكون بلشت تشك. لك خليها تشك، بلكي بتصير تهتم فيي بقى. تأخر جميل، ماله بالعادة؟ إن شاء الله تكون هالتأخير على خير يا رب. الجراثيم بلشوا يزوروني، ما بي غيري بالمطعم، معناتها لازم قوم. بس يعني لو ضليت قاعد ساعة تانية كان أضمن لنجاح الخطة. لا عم يزوروني عن جد. وين بدي اقطع لي شي ساعة تانية؟ وين وين؟ روحت علي نومة بعد الظهر، بس هالخطة بإذن الله رح تنجح. شو صار فيه؟ تأخر كتير. ليش لروي علي نومة بعد الظهر؟ لا باخد غفوة. جميل، ان شاء الله سليمه. شو هيدي سليمه؟ الحادث. انو حادث؟ يلي اخرت لهلا. لا ما تاخرت لا بحادث ولا بشي. لكن وين كنت معزوم على الغداء. وليش ما قلت لي من اول ما كنت انتظرتك؟ اسمك ولا بأي مطعم ولا شو أكلت ولا إن كان في ستات على الطاولة ولا لا، معناتها الخطة ما زبطت، تشنططت على الفاضي. أنا لازم طبق الخطة التانية. شفت إنه مرح تخانه؟ أشي ما كانت لازم تعمل مثل السحار تقوم الدنيا وتأحلى. مين سحار؟ يلي بالمسلسل. أنت تروح وتمشي وأنا أسهر ما نمشي، يلي ما بتسهر شي ليلى يا حبيبي. انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، يلي ما بتاكل شي غير الف مره يا حبيبي. مرحبا بابا. اهلين بابا. وين كنت لهلا؟ وانت شو دخلها؟ قصدي تغديت ولا لا؟ وليه عم تسال؟ اكل فخده الدجاج تبعك.
صحتين. جبت نعيط علي. فس اللي محيرني وما خلانيش انام. ازاي انا اقدر؟ هنا شو رايك بهالجرافيا؟ حلوه على الطقم؟ كثير حلوه. طيب هي احلى ولا اللي كنت لابسها؟ لا هي احلى. يعني اللي كنت لابسها مو احلى. طيب شو رايك بهي؟ انا شايف كانه هي بتلبق اكثر. شوفي هلا بدك رايي؟ ايه؟ الجرافات الجديده احلى من هدول التنتين. البسها. وين حاططيها؟ بالخزانه. سنان شوي، بدي ايروبي. ولا اقول لك بلا ما البسها هلا لاني تاخرت على الموعد. وعيك يروح فكرك لبعيد وتفكري عندي موعد مع شي وحده لا سمح الله. بتعرفي انا ما عندي هالفصول. بعرف بعرف. طيب ما بدك تعرفي الموعد مع مين؟ يعني مع مين رح يكون؟ ما عارفه من رفقاتك ورايحين على شي محل. تسلمي لي على الثقة. بجوز اتأخر، لا ينشغل بالك. اوعك تفكري عندي موعد مع وحدها. لا حبيبي شو هالحكي؟ تطلع على قبري لو بدخيلها شبوبية. انا روح محل ما بدك حبيبي. انا بعرف انك بتثقي فيي انت. اتصلي بهبة، هي هبة هي رفيقتك برقدان ابن خالتها ما بيطلق الموظف اللي عندي لانه وعدته هي انه تغار عليه وتدير بال عليه وتسأله وين بيروح وين بيجي. عيوني التنتين. لا تكلي همي، ها اوعك فكري عندي. حقابله بكرة. يا بر قلبي شو حلو. برد كتير برد كتير. حقابله بكرة. تطلعنا قبري وين ما بدنا نروح. وين بدي روح؟ شو سويت بحالي أنا؟ وبعدين مع أنا هاي مالي غير أمي جاي لعندك يا مو. هبدني بدي أحكي مع هيبة. ألو، مرحبا، كيفي؟ عذري يا على قطاطك، كيف عرفتيني؟ شو أخباري؟ مشتاقت لك. صحيح هبة، بدي أسألك سؤال، أنت عم تشوفي ابن خالتك أحمد؟ لا أنا ما بدي منه شي، بس سمعت إنه زعلان من مرته، ومرته قلقانة عليه، صحيح؟ لا مطولي. بتكون مساعدة ماما؟ لا ماما أنا خلصت. برافو عليك. وأنت؟ وأنا كمان خلصت. ورجيني برنامجك. شو مالك مصدقتيني؟ مصدقتك بس بدي أتأكد. وليش لحتى أكذب عليكي؟ ما بتعرفي البابا شو بيقول؟ أنتوا عم تدرسوا إلكم مو إلنا. معلش حبيبي بحب أتأكد أنا. خلص ماما خلص، أنا شفت له برنامجه وسمعت له القراءة ونقلت الإملاء. غريبة طلع حافظون. طيب ضبوا غراتكم ورتبوا اوضتكم مشان اخذكم ساعة لبيت جدكم. ايه لا بترتبوا الغرفة بالاول. لكن اذا ما عندي بنات ما بتساعدوني. الو اهلي. مين؟ اهلي امل. يا اهلا وسهلا، كيف الماما؟ يا اهلي. لا جميل مو هون، بدك اياه بشي ضروري؟ بدك تشوفيني انا؟ اهلا وسهلا فيك، عم انتظرك. يا اهلي مع السلامة. شو بدها هاي؟ اكيد بدها تشكيلي على جفاصة جميل معها. ايه شو بدي اعمل لها؟ عجزت معه انه ياخذ ويعطي مع النسوان ويجاملهم، ما في فايدة. ما اقول لها تجي. مرحبا هنا. اهلين ام محمود. شو عم تعملي؟ ما عم بعمل شيء. جاي خبرك شغله بتخصك. في شيء؟ اعملي قهوه ونحن عم نشرب القهوه بنحكي. ايه ماشي تفضلي. اهلا وسهلا. سحر افتحي الباب. نسيت لك سحر عند رفيقتها. لا افتح انا. ايه دقيقه دقيقه دقيقه. أهلين. مرحبا يا بو. أهلين. ما معي حدا. شو وين الأولاد؟ جاي لحالك؟ إيه لحالي. ومرتك؟ كمان بالبيت يا مو.
شو ما بتتنازل تزور بيت حماة تقبرني؟ لا يا مو مو هيك القصة. لكن شو القصة؟ صار لشهر ما فاتت بيتنا إن منعزمها على الكبة المشوية بركي بتعجبها ومنشوفها، قامت قصدا سافرت وما اجت، واليوم بعتك لحالك وما اجت، اللي تقبرني شو القصة؟ لا يا مو ما في شيء، تعي شوفي شو جبت لك، تعي. إيش جايب لك كنافة من اللي بحبها قلبك يا مو؟ هلا شيلنا من الكنافة وقلي ليش مرتك ما اجت معك؟ صيتها مريضة. مريضة؟ وشو مرضها؟ لا ما في شيء يا مو، شوية قريب. قريب؟ غريب. طب الأولاد ليش ما اجوا معك؟ كمان ما بدها تخلي الأولاد يزوروا بيت جد هون؟ وينه أبي؟ بلكي بياكلوا لقمة كنافة، سحر، يا أبي؟ عم بسألك جاوبني، الأولاد ليش ما جبتهم معك؟ عم يدرسوا عندهم فحص بكرة يا مو. أنت اللي بدك فحص، مالك عاجبني اليوم، شو قصتك؟ لا لا يا مو ما في شيء، بس أبي وينه ما قلتي لي؟ راح على القهوة. وأختي سحر؟ راحت لعند رفيقتها. إلا كان يا مو من أمنه حصتهم لبين ما يجوا. الله يعطينا خيره. عادة ما بمر إلا بالشهر مرة. شو جايبه اليوم؟ لسه جمعة كان عنا. يو يا ترى شو بده؟ وليش متشيك ولابس كل تيابه كأنه رايح على عرس؟ والكنافة شو قصتها؟ ايه جميل عم اسمعك. ما حكيت شي يا مو. قصدي احكي. شو بدي احكي؟ شي اللي جاي من شانه. مالي جاي مشان شي. اشتقت لك، قلت بشتري لي شوية كنافة بجيب لك يا هون وبستفقدك. كتر خيرك، بس ما في بالعادة. إذا متضايقة من جيتي يا مو بروحها. لا يا جميل، أنا أحب على قلبي شوفك، شوف مرتك، شوف أولادك، بس لا بس ولا مس يا مو، من اليوم ورايح بدي أجي عندك على طول، وما عاد أجي شغلة ساعة ساعتين، لا، بدي أجي وبلط عندك، وأتعشى كمان، انبسطي يا مو، روقي. أهلا وسهلا، البيت بيتها. بس عدم المؤاخذة، ممكن أعرف شو سبب التغيير المفاجئ؟ متقاتل مع مرتك؟ لا يا مو أبدا. إيه الله يعطينا خيرك. وما قالت لك مين هي؟ لا ما رضيت تعطيني اسمها لمقومعه، بس حلوة حلوة، عيونها هيك هالقد وخضر، شعرها أشقر مثل الحرير، لهون واصل شعر، حلوة وجميلة، بس قصيرة شبر ونص، نص دكة، مو كتير طويلة. افتحي الباب. مرحبا. ألين. أمل أنا سكرتيرتون الأستاذ جميل. والله تفضلي تفضلي، ليش واقفة على الباب؟ تفضلي. هي هي الآنسة اللي سألت عنك وما رضيت تقلي عن السر الظهريات. هي مدام هناء، قليلة عن السر لشوف. ها ايوة فهمت عليكي، المسألة فيها سر والسر ما بينحكى قدام حدا. عن إذنك دادا، المسا ببقى بيجي وبتقلي لي شو بدها منك. أهلين أهلين أهلين، تفضلي تفضلي. خير شو في؟ شو بك شو بك؟ شي ليك ليه عم تبكي؟ يا ترى شو هالسر اللي بدها تقلها؟ يا اكيد سر خطير لحتى رجعت لعندها مشانه. هلا بس تروح من عندها برد بفوت وبحاول جرجرها بالكلام، بركي بقدر بفهم منها شي. عينا. وأنا أجيت إليك مشان تلحقي تقصصي جناحات طيرك قبل ما يلفي على غيرك. غيري؟ عن جد عم تحكي؟ عن جد. أخيراً جميل قرر يعين سكرتيرة جديدة. أنا آسفة أنسة أمل، ما قصدت، أنت سكرتيرة جيدة وجميلة بيمدح فيكي وبشغلك. يعني رح تمنعي عين السكرتيرة الجديدة؟ ما بقدر بوعدك بشي إلا لأحكي معه بالأول وأفهم منه شو الموضوع. طيب بستأذن. لوين؟ ما شربنا قهوة؟ بلاها
بخاف يجي الاستاذ جميل يلاقيني هون يقوم يزعل مني بخاطري. السلامة. ميرسي كثير مدام. اهلين. بخاطرك. مع السلامة. مو معقولة أمل، بس مو معقول أكتر جميل، معقولة يعين سكرتيرة حلوة؟ اطلع على لساني شعر وأنا أقول له غير أمل غير أمل، عين وحدة أحلى منها ما كان يرضى. يا ترى شو اللي غيره؟ يلا بركي بتنفك عقدة الخجل يلي عنده. عم تحكي معي أمي؟ لا عم بحكي مع حالي. ماما تعي شوفي الأوضة شو ساويتها. برافو عليكم، أنا ما بديها بس هلا مرتبة دائما. ليكو ما بدي أي حوصة ببيت جدكم، بعدين ستكم بتزعل. تيتي بتحبنا ما بتزعل منا. وأنا كمان بحبكم، بس إذا عذبتوني بزعل. طمن يا ماما ما رح نعذبك، رح نقعد جنبك ما تحرك من محلنا. برافو عليك. وأنت؟ وأنا كمان. فوتوا البسوا جواكيتكم دقيقتين تكون جاهزة. يلا. هيك بعرف حالي أحلى لأنه أنا طالع مغبش. شو عامل لك كمان يا مو؟ شو بدك تعملي تقبرني؟ يسلموا ايديك، هي سقيتني قهوة وشاي. طيب سوي لك زورات، عندك زورات كثير منيحة للنفخة. لا ما بدي شيء. يعني مالك منفوخة يا مو؟ لا الحمد لله. خليني عاونك. شو بيعرفك انت بتركيب زرار وقطب سحابات؟ ايه الله يسامحك يا مو، نسيتي انه كل ما عطلنا من المدرسة بالصيفية انا وصغير كنت اشتغل عند سامي الخياط، كنت الفو اسطنبولية وكل اللفقات وكنت وسع وضيق كمان. طيب جربيني يا مو. دخلها وشو خليت لمرتك تشتغل بعدين؟ وين اختي؟ طولت. طمن بالك، قالت لي ما بتتأخر. وأبي كمان تأخر. أبوك مو هلا وقته، لسه بده ساعة ليصل. يصلي من أول مسلسل ما شفته لا هو ولا أختي. قلتك يا مو لساته بدي أخذ دكان ولا بطال؟ ما بعرف ليش هو بيحكي هلا، بس يجي يسأله. أصلاً أنت ما بيخبي عنك شي. لسه وقت، وين بدي روح؟ إذا رجعت على البيت هلا كأني ما عملت شي. ما في غير ضل اتعشى هون بعدين بروح. يسلم لي مخك. يا مو اعطيني شريط. يو تريك من ايدك، لقلك بدي اتصل بالتليفون. مع مين بدك تحكي يا مو؟ مع مرتك. لا شو بدك فيها؟ مو قلت لي انها مريضه؟ ايه صح، انا قلت لك مريضه. انت قلت لي قريضه وقتها، انا عملت حالي مو سمعان يا مو، بس كنت سمعانك. يعني هي مريضه بس القصه مو مستاهله اتصال. بس لازم اتصل فيها، خليني اكون احسن منها. لا يا مو ما في داعي، ما فيها شيء، بتكون نايمه هلا. ولو انت قلت لي انها مريضه فالواجب اني اتصل فيها. لك يا مو شو بدك فيها هلا نزعجها؟ قلت لك مو مستاهله الحاله، شوي تقريب بتكون طابت هلا. اخذت ليمون لانه الليمون بينفض نفض يا مو. جميل، ليش ما عم تخليني اتصل بمرتك؟ اللي شوفي. يا مو ما في شيء، ما في شيء، بدك تصلي فيها تفضلي اتصلي فيها، بس الله يخليكي لا تقولي لها اني انا هون، بعدين لا تقولي لها اني قلت لك انها هي مريضه، يعني حكيها عادي يا مو عادي. اجا الفرج، هي اختي سحار. اهلين سحور. يي زميل انت هون حبيبي، تعالوا حبيباتي افوكم هون. اهلين زميل. مرحبا مرت عمي. ما بتقومي والله. يلا بوسو تويتي وعدو. كيفك مرت عمي؟ ان شاء الله ما عم يجعك شي. انا لا إيه الحمد لله. شلونو عمي وسحر؟ مشتاقين لك. مشتاقلن عافية يا رب. اماني مرت عمي لا تزعلي مني لانه ما قدرت اجي ساعدك بالكبة، كان عندي جولة سياحية بتدمر وانا بشغلي ما بقدر اقول لا. شغل شغل بسيطة. شلونك هلا؟ الحمد لله منيحة. كنت هلأ بدي اتصل فيكي اطمن عليك، تحسنتي؟ مرت عمي انت بتتصلي بأي وقت، بس حدا قالك انه انا مريضة؟ لا بس طالما ما اجيتي مع جوزك معناها مريضة. ولا ما بتحبي تيجي لبيت حماكي؟ لا مرت عمي شو هالحكي، بالعكس تماما، انا كتير بحب اجي لعندكم، بس بتعرفي الوظيفة والولاد اخدين كل وقتي. الله يعطيك العافية.
بعدين مرت عمي الحق مو علي، الحق على جميل، يعني هو لو كان قايل لي انه جاي لهون كنا جينا معه بالسيارة، ما اخذنا تاكسي. ايوه قلتي لي جميل؟ يا جميل؟ طلع يا جميل عاوزتك. يلا تعال قلك الحقني. بتحكي معه حكي بالمطبخ وما بدا يعني نسمعه. اسكت ما دخلك، بعدين عيب الواحد يتسمع على حكي الكبار. سمعان شي؟ لا. ايه روح من وشي. شو القصة جميل؟ لا تكذب علي، مرتك مثل الحصان ما فيها شي. لك يا موشة مطي لي اذني، شو بك انا مدير صرت لسه بتشديني من اذني؟ قلت لك ما في شي، شو بدي احكي لك؟ لا في. يا مو صدقيني انا لما تركتك كانت مريضة، بس اكيد مش ما حكيت لك، شربانة ليمون بغيابي، مشان هيك نافضة نفض الليمون، الليمون بينفض، بعدين هي منفوضة، مو هيك تركتها انا. لك قلي مرتك مزعلتك شي؟ محاكيتك شي كلمة دج لحتى هربتك لعندي؟ ولا مقلعتك من البيت؟ لك يا مو انت شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ لك جميل؟ لك احكي لي عم اقول لك احكي لي شو قصة. لك يا مو شمطيه الثانية خلص ما اعمل لك انا مدير. اسمعي لقلي خلينا نطلع، ما حلوة هلا هنو بتفكي انك عم تقويني عليها، ما حلوة يا مو هنو ما حلوة ابني. لك بقص ايدي من هون اذا ما كان في شيء. أنا كان عندي موعد مشان هيك تشيكت ولبست وبخبخت، بس بالصدفة الموعد تأجل لبكرة ولقيت حالي قدام بيت أهلي، قلت بفوت بشق على أمي. برافو عليك جميل، أنا كتير مبسوطة لأنك رحت زرت أمك وأكيد كمان هي بتكون مبسوطة. برافو عليك. بتعرف أنت كل ما صار لك وقت لازم تروح تزورها. يعني مالك متضايقة؟ من شو؟ إني رحت زرت أمي من غير ما أقول لك؟ ليش بدي أتضايق؟ شو أنا بدي منعك إنك تزور أمك؟ بس يعني قلت لحالي لو أخذتني معك توفرت أجرة التاكسي. كنت أنت ويا ولا؟ برد جميل؟ كتير برد. خد عليك. ما في برد، الدنيا حرائي. إيه جميل، إن شاء الله ألف مبروك. على شو؟ قال بدك تعين سكرتيرة جديدة وحلوة. ومين قال لي؟ ما المهم مين قال لي، المهم انك رديت على كلامي وراح تعين سكرتيرة جديدة. ها وانتي فرحانة بهالشي ما؟ طبعا فرحانة. لك راح تجننيني، ما بتخافي يصير شي بيني وبين السكرتيرة انا؟ حبيب قلبي اذا عقدة الخجل تنفك على ايدها انا ممنونة. بدي نام انا. جميل ما قلت لك أنا اليوم حكيت مع هبة ووعدتني تحكي مع ابن خالتها مشان يرجع مرته ويرجع لبيته. لك ارجعي قولي لها تتصل فيه ولا يرجع على مرته، لأنه مرة مثل هي غير مبالية ما بتستاهل غير إنها تتطلق. بدي نام. جميل شو صار لك؟ جميل؟ أنا نايم. يلا ماما قوا ما بقي غير خمس دقايق بجي الاوتوكار. ماما بدي خمسة. وليش الخمسة؟ بدي اشتري فيها. شو بدك تشتري؟ ليكني حاطط لك ساندويشة وبسكوتي، شو بدك بقى؟ شغلة. ما في، ما معي فراطه. باخذ من ابي. ابوك نايم ما في تفيقه. بدي فيقه. ما في. جيب لي معك عشرة. وانت الثاني ليش العشرة؟ انا الولد الكبير. اذا جبت لك عشرة بتعطيني منها؟ ولا يهمك اخي، انت بس روح جيبها، انا وياك متواصلة. بابا. بابا وينو ابي؟ امي ابي اختفى معنو جوا. مو معقول تركته نايم. ما بعرف في بلاني فيك بلوه
عشقتك والعشق اكبر مصيبه. بابا انا هون عم بحلق داني. داني وش نعيم السلفان. الله ينعم عليك. بابا بدي خمسه. ايه مو تكرم عينك الا لامك تعطيك من جيبه البنطلون، خمسه لك وخمسه لاخوك. لو ما صابون على دقنك كنت لبستها. ايه منيح اللي في صابون على دقني. البنطلون اللي ورا الباب. لك بالجيبه اللي على جنب. ايدك! مسك بابا، هاي الخمسه تبعك. شكرا بابا، بابا لطارق كمان عشرة، لانه اكبر مني حرام. لك يا مربى انت مو على عيني، تعال بابا طارق. نعم بابا. مسك هاي العشرة تبعك. يسلموا. بابا، اسمك بتنشط وفايق على بكير مو عادتك، شو رايك توصلنا على المدرسة بسيارتك؟ ما بقدر بابا، عندي موعد اليوم. الله الله يا عبد الله، شايف كتران موعدك هالايام؟ عيد علي صوتك. شايف كتراني مواعيدك هالايام؟ شو بدي اسوي؟ المواعيد كتراني. يلا ماما، يلا عم يزمر الباص، يلا. هنا لا تواخذيني لاني صرخت قبل شوي، انا مو مالي مأمن فيكي بس بخاف يعني في شوية اوراق خاصة بجيبتي، بخاف توقع شي ورقة بايدك، عرفتي تساوي لنا مشكلة. الحمد لله ما مديت ايدي. يقبر قلبي، ما قال واحد اثنين ثلاثة، نقذني. الحمد لله اللي ما مديت ايدي. خايفة كتير على أوراقي الخاصة ومو خايفة ليكون بجيبتي في شي رسالة غرامية. ماشي، معركة لساتها بأولا. بسيطة، بدي أحلق دقني واشتالت كمان. الواحد بس يحلق دقنه بحس انه يعني شريان هوا بحناكه. الله ينعم عليكي. ايه نعمه جميل. شوفي لي يا نعمه هيك. شو نعمه؟ بتجنني من زمان وانا هلك لازم كل يوم الصبح تحلق دقنك. وحدي وحدي. طلعي لي الجرافه الجديده. ايه على عيني. وبدي الطقم الجديد كمان. بتأمر امر. رجيم جميل لازمك. خود هاي الجرافات، صلي شهر وانا قلك البسها البسها، لمين مخبيها؟ وهي الطقم. تفضل. يسلموا. ايديك. انا ربي بلاني فيك بلوى. هلا؟ شو رايك بهالجرافة الجديدة؟ بتاخذ العقل، كثير حلوة. قومي لابسيني جاكيت طقم. ايه على راسي من فوق. ما تبلح القامة، من زمان وانا بدي اياك تلبس وتتشيك وتحلق دقنك مشان ينشرح قلب الموظفات وهم يراجعوك. انا يحترق قلبي ما. نعم؟ لا سلامتك انا ماشي، توصي شيء؟ لا سلامتك. هنا اوعك يخطر على بالك لاني متشيك يعني وطالع بكير من البيت اني بدي روح قابل شي وحده لا سمح الله، انا رايح على الشغل دغري. ومين قال لك اني انا عم فكر انك رايح تقابل وحده؟ يعني بالشوم عليك، شو هالحكي؟ لا يعني بس كوني لابس الطقم الجديد والجرافي الجديده وحالق دقني ثلاث وجوه ولعبان رياضه وهمتي عاليه، يعني حقك تفكري غير شكل. لا ما فكر غير شكل، بعرف شو عندي، تقبر قلبي على هالطله. الحمد لله لسه ما حدا اجا.
لازم اعرف شو كان عم يقرا ويكتب امبارح. وين حاططهم؟ شعرتها الأمل وأسراني شوي. صباح الخير أستاذ. أهلا. صباح الخير. عفوا مين حضرتك؟ أنا سوسن. مين سوسن؟ سكرتيرتك الجديدة. أهلا أهلا. نعم نعم. أنا سكرتيرة وأنا جديدة. أنا سوسن بنت لسامي الموظفة اللي عندك هون. اجينا لعندك امبارح وقلت لي اجي بكره، وهي انا اجيت قبل الدوام كمان مشان اشوف قد ايه انا نشيطه وتنبسط مني. امك وين امك؟ بمكتبها. يا ريت رحت نهدي لها. شو عم تعملي هون؟ عم دود. عم دور على جدول اضافي استاذ. ما بتعرفي انه جدول اضافي انا اعطيتك اياه وهو على طاولتك؟ لك ايه والله تذكرت استاذ، لا تواخذني نسيت. تفضلي لمكتبك ولا بقى تعيدي هالحركات. حاضر استاذ. يلا. شو انا بمديريه ولا بعصفوريه؟ جننوني.